مبدئيا اكيد خدت بالك من اللي انا بقوله ده، ان احنا كنا الاول مشاكل العظم غالبا بتكون مرتبطه بكبر السن، دلوقتي ما بقتش. طبعا ده نتيجه ايه بقى؟ نتيجة حاجات كتيرة جدا، يعني زي ما قلت فعلا كنا نسمع جدتي وجدي هم اللي بيشتكوا من العظم، الأم والأب لما يكبروا شوية. نتيجة حاجات كتيرة قوي، أولا دلوقتي طبعا شباب كمان بيشتكوا من وجع في العظم. أولا قلة الحركة دي كارثة، ما ينفعش طول الوقت. حتى أنا بقول للموظفين اللي قاعدين على الكرسي بالسبع تمن ساعات لازم يتحركوا. عدم الحركة، القعدة بطريقة مش صح. لو هتكلم على الاكل، سوء التغذيه، السكريات الكتير، الافراط الشديد في المشروبات الغازيه، لان دايما دي مرتبطه عند الناس بان دي بتاثر على العظم. اكيد اكيد الهضم والعظم، الهضم والعظم الاثنين، المشروبات الغازيه والافراط الشديد في التدخين، لان التدخين بيضيق لي الاوعيه الدمويه اللي بتخش من الدم، هو وسيله مواصلات كل حاجه، وسيله مواصلات هرموناتنا، وسيله مواصلات الانتي بوديز اللي بتحمينا من الاجسام الغريبه اللي بتخش علينا، وسيله مواصلات الفيتامينات والمعادن. فلو انا ضيقت الاوعيه الدمويه الكالسيوم مش هيخش، ونقص فيتامين د، يبقى هي دي مشاكل العظم. لما ده ما عنديش مرض مناعي بيؤدي الى مشكله في العظم، او ما عنديش اليوريك اسيد مش عالي، ما انت عندك حاجات كتير. هتقولي كالسيوم في نص الكلام. كالسيوم، ما هو الكالسيوم هو المعدن المسؤول عن تكوين خلايا العظام. أوكي. واحنا كل ما بنكبر واحنا صغيرين العظم خلايا بيتجدد. أيوه. من النخاع لغايه ما بنوصل لسن معين خلاص الهدم، ما انت بتجدد وبتهدم بتجدد وبتهدم. أوكي. بيوصل لسن معين بيبقى الهدم اكتر. مش كده، كل ما بنكبر في السن، لما يعني لما بنبقى كبار قوي بتلاقينا بنقصر. أيوه. ده بجد. فطبعا مهم قوي وجود الكالسيوم. وجاي اتكلم معاك عن الب مالتي فيت اللي دخله كالسيوم ودخله فيتامين، 13 فيتامين ومعدن مش بس الكالسيوم. اوكي، يعني انا عندي داخل الب مالتي فيت. لو هتكلم ايه المميزات بتاعت الب مالتي فيت، اولا عشان بدانا بالحلقه بتكوين خلايا العظام، لانه بيحتوي على كالسيوم 70 ملي جرام. ثانيا يحتوي على الزنك، الاعلى تركيز في الزنك 23.9، ده اعلى تركيز في الزنك. الزنك مهم لكل العمليات الحيويه في الجسم. الزنك مهم لتدعيم الخصوبة عند الرجال، الزنك مهم لتدعيم المناعة عند الستات والرجالة. أوكي. عندي كمان داخل ألبا مالتي فيت فيتامين سي. فيتامين سي يعني مناعة، يعني تعزيز الكولاجين. الكولاجين مهم كمان للعظم على فكرة ولصحة البشرة. أوكي. يعني تعزيز الحديد ويعلي امتصاص الحديد، ده مهم جدا. ناس كتير تقول لك الله ده انا عملت صوره الدم عندي لقيت عندي نقص في الحديد، نقص في الهيموجلوبين، مع اني باكل لحوم وباكل مصادر حيوانيه فيها حديد، لان عندي نقص في فيتامين سي. وفيتامين سي كمان اثبتوا فعاليته ضد حرق الدهون، بيقدر كمان يحرق لي الدهون. طبعا انا شايفه على الشاشه دلوقتي، شفنا العلبه، شكل العلبه مهم جدا. أيوة. ان احنا نصور شكل العلبه عشان ما عنديش بديل. وال13 فيتامين وعنصر بتركيزاتهم موجودين على الشاشه حاليا، طبعا من الفوليك اسيد، من الكوبالامين، فيتامين بي 12 المهم جدا لدعم كرات الدم الحمراء. عندي داخل قلب مالتي فيت البيوتين. البيوتين مهم لعمليه التمثيل الغذائي وسرعه الايض وسرعه الحرق، مهم جدا للستات لعدم تساقط الشعر وعدم تقصف الشعر. عندي الفوليك اسيد داخل قلب مالتي فيت. الفوليك اسيد بيدعم جدا الصحه النفسيه، وبتلاقي السيدات الحوامل من ساعه ما بتعمل بلاننج للحمل لازم تدعم بفوليك اسيد. التركيز بتاع قلب مالتي فيت حلو جدا كفوليك اسيد. أوكي. فبتقدر كمان تاخد الفا مالتي فيت لانه بيمنع على عدم تشوه الاجنه لاحتوائه على الحمض الفوليك. أوكي. طبعا الصوره اللي انا شايفاها دي مميزات الفا مالتي فيت، زي ما احنا شايفين الاعلى في تركيز الزنك، يعني خصوبه، يعني شعر، يعني ضوافر، يعني بشره. الاقوى كمضاد اكسده، لان جسمنا بيتاكسد اوتوماتيك من الاكل اللي مش صحي، من اشعه الشمس، من التقدم في السن. فانا عندي فيتامين سي وعندي فيتامين اي كضد اكسده، وداعم لتكوين خلايا العظام، وداعم كتمثيل غذائي كمان يا كريم.